معرض كتاب للأطفال أقامته جمعية عطاء فلسطين الخيرية مدة 3 أيام بهدف تشجيع طلاب المدارس على المطالعة خارج نصوص الكتب المدرسية من أجل توسيع مداركهم وبناء ثقافتهم. هذا أول معرض للكتاب من كيما هنا بالضفة، عندنا فرع تاني بغزة ودائما كمان عندنا معارض باستمرار سنوية ثابتة بنعملها بتخص الطفل وبنشارك فيها. الكتب هاي من إصدارات دار الفتى العربي، هي كتب نادرة وحاليا مش موجودة إلا بجمعية عطاء فلسطين الخيرية. بتتضمن 63 عنوان موجودة كلها، يعني احنا فاصلينها من سن 3 سنين ما قبل مرحلة المدرسة لسن 6، من 7 ل 9 ومن 9 ل 12. 12 مدرسة تشارك في اليوم الأخير من المعرض المسمى على الساحة ضمن نشاطات غير منهجية مثل مسرحيات الأطفال والفقرات التراثية. زي أتفرج على المعرض وأتفرج على الكتب وأستفيد منه. أخلي فلسطين تفتخر في إن أنا طفلة فلسطينية، بعرف عاداتها وتقاليدها عشان أدافع عنها بمعلوماتي وثقافتي. وزارة التربية والتعليم رحبت بالفكرة ودعت مدراء المدارس لأخذ الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة لزيارة المعرض. طالب بحاجة دائما أن يكون على نيرة بما يجول في الخارج أو يدور بالخارج بمعنى آخر، فبالتالي عملية كسر الروتين من المدرسة المصغرة إلى البيت الأكبر والخارج أسوار المدرسة بتنمي عنده شعور فعلا أصالة الشعب الفلسطيني ليست فقط على مستوى الكتاب. رسم جداريات ورسم على الوجوه وترسيخ لسلوكيات صحيحة من خلال مشاهد تمثيلية، إضافة إلى كتب تستهدف الأطفال قبل مرحلة دخول المدرسة، كلها فعاليات تضمنها معرض الكتاب. لتلفزيون القدس، كنانة عيسى، رام الله. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.